احتجاجات سلمية في بغداد تنتهي بصدامات حادة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فما الحكاية؟ فيديوهات كثيرة تناقلتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لخروج أعداد كبيرة من خريجي كليات المجموعة الطبية والمهن الصحية بتظاهرات حاشدة أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بحقهم في التعيين المركزي لا أكثر. وكحال ما يحدث في كل تظاهرة في العراق، حدث صدام متوقع بين المتظاهرين وقوة أمنية أثناء محاولتها فض الاحتجاج وإبعادهم عن مبنى الوزارة. كر وفر بين الطرفين أوقع إصابات بين صفوف المتظاهرين، وهذا ما رصدته الكاميرات. الآن توجه 13,000 متظاهر إلى المظاهرة أمام وزارة المالية، وصور قسم منهم إلى موقع المظاهرة. هاي أخوتكم أهل الغيرة والنقوة اللي جابتهم غيرتهم من أخوتهم، مو مثل الخاتلين بالبيت، واسمع عليكم تنحسبون منزلة. القانون العراقي ينص على التعيين المركزي لخريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية وكليات الصيدلة ضمن ملاك وزارة الصحة، التي عينت خلال السنوات الماضية قرابة 60,000 خريج سنويا. لكن اليوم هناك أعداد كبيرة لا يجدون فرصة لتعيينهم ونيل حقهم الذي كفله الدستور العراقي، بل هناك محاولات من قبل البعض بإلغاء التعيين لتلك الشريحة نظرا لأعداد المتخرجين المتزايد عاما بعد عام من جامعات حكومية وأهلية. يبقى السؤال، هل ستلقى هذه الشريحة من يسمعها ويلبي مطالبها المشروعة في التعيين لسد النقص في المؤسسات الصحية التي هي بأمس الحاجة لهم أم ماذا؟ كومنتات كثيرة أفرزت هذه التظاهرة، واخترنا لكم منها هذه التعليقات. نبدأ من طه. ماذا قال طه في تعليقه؟ يقول طه: إيقاف التعيين المركزي جريمة بحق الشباب الأوائل وخريجي المجموعة الطبية، لعد ليش درسوا وتعبوا غير يشوفون ثمرة تعبهم لو شنو؟ تعليق من محمد عادل: إلى إعلامنا وقنواتنا العراقية، ادعموا أبنائكم خريجي ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2023، فهم يتعرضون للضرب والقمع بمجرد أنهم يطالبون بتعيينهم حسب القانون رقم 6 لسنة 2000. هناك أيضا مداخلة من أبو محمد يقول: إذا ما تردون تعينوهم
انطي علم الهم والاهلهم، ترى راح نوقف التعيين للطبية من هاي المرحلة على مود الناس تعرف مصيرها خطية، يكسرون الخاطر، يدخلون مجموعات طبية طمعا بالتعيين وبالأخير تحرموهم. ليش؟ أبو كاظم يقول: ماذا تتوقعون من أحزاب تحكم البلد؟ قتل السابق الناس تطالب بالكهرباء والخدمات، فلا عجب مما حدث في تظاهرات ذوي المهن الصحية. الله يكون بالعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أيضا مداخلة وتعليق من أوس الخزرجي: لأن الأحزاب كل من يعين ربعة ولد الخايبات يطالبون بحقهم، يعتدون عليهم بالضرب، بلد تايه لا حق ولا حقوق. نطالب وزارة الصحة بالالتفات لهم وتعيينهم في المستشفيات بحاجة لهم. تعليق من سلطان العبودي: خلي نكون منصفين، ليش المعلم أو المدرس من يتخرج ما يتعين مركزي؟ ليش بس المجموعات الطبية الكليات الأهلية ترست الدنيا وبس يتخرج يتعين؟ والله شنو طبيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.